بطل مسرح ما حصلش ولا حاجه، وبالتالي المكان الاساسي بتاع الاحتفاليات كلها بعيد خالص من الحريقه. الحريقه حصلت في الحفله اللي هي بعد الافتتاح، وكل اللي هيحصل ان بقى بدل ما كان هيكون مكان عالي هيكون مكان واطي، ان شاء الله نلحق ندهن كل العميد بكره بحيث ان على بكره بالليل ما حدش يعرف حتى مكانها. ان شاء الله الناس الكهرباء اللي تحت المحل المعلق والشرح على الحته اللي معلقينها خلاص عشان الحمد لله جت سليمه زي ما انتم شايفين اهو المسرح زي ما هو، ما حصلش حاجه، والحته بتاعت البارتي هي اللي اتأثرت شويه، فدي مش مشكله. على النهارده بالليل تكون كل حاجه رجعت زي ما كان، ان شاء الله بكره الناس هتيجي تقول ما شفناش يعني حريقه غير في التلفزيون، فكله تمام الحمد لله.